أقيم في عمان حفل إطلاق كتاب رعية اللاتين في السلط، تاريخ وتأسيس الكنيسة والرعية والمدرسة لسيادة المطران مارون اللحام، مطران اللاتيني في الأردن، بحضور وزير الثقافة نبيه شقم والسفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور روبرتو كونا، والبطريرك فؤاد طوال، والمطران سليم الصايغ، وعدد من رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن، والراهبات، وجمع من الشخصيات ووجهاء مدينة السلط وأبناء المدينة. وأشار المطران لحام بأن الكتاب يهدف إلى أرشفة معلومات هامة احتوتها كتب قديمة وتم الاحتفاظ بها، خاصة المتعلقة بالمراحل التي مر بها تأسيس الكنيسة والرعية، مستعرضا الأمور التي أدت إلى تأسيس أول رعية لاتين وأول مدرسة في شرق الأردن، حيث كانت في السلط عام 1854. عملنا رسمكية بجنوب الأردن، بعدين رجعنا على نعور لأن السنة هي احتفلت بستين سنة لتأسيس نعور، بعدين رحنا على غزة وعملنا كتاب غزة شيء كتير، هلا رجعنا على الأردن وعملنا السلط. الكل بعرف إنه كانت أول رعية للبطركية اللاتينية في فلسطين كانت بجالة. بجالة افتتحت بالألف وثمانمية وأربعة وخمسة. وزي ما كانت بجالة أول رعية لاتين في فلسطين، السلط كانت أول رعية لاتين في شرق الأردن. واستعرض الدكتور محمد عطيات الدور البارز والبناء الذي لعبه العرب المسيحيون في مدينة السلط بالذات وبقية مدن المملكة بشكل عام، معتبرا أن التلاحم المسيحي الإسلامي في شرق الأردن يعد متينا في الماضي والحاضر. المسيحيون متجذرون، والمسيحيون جزء من هذا التراث وجزء من هذا الوطن، والقرآن بارك هذا الاتجاه. كيف؟ الآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو الهدف من وجود الناس على الأرض؟ القرآن يحدد هدفا وغاية سامية ويحدث شيئا ثابتا، وجد الإنسان للتعارف والتفاهم وحل المشكلات. فلماذا هذا الاختلاف إذن؟ نحن نخالف قاعدة أساسية في القرآن، آيات اسمها الغايات الكبرى. هذه الغاية الكبرى من وجودنا نحن يا أيها الناس. وتحدث الأب مروان طعامني كاهن رعية الروم الأرثوذكس في السلط عن العلاقات المتميزة التي تربط أهل المدينة بمختلف عشائرهم، لافتا أن الوحدة الأردنية لا تفرق أبناء الوطن الواحد الذين يلتقون على الإخاء والمحبة الصادرة من القلب، والتي هي الأساس للعيش المشترك بين عموم أبناء الوطن. فالمحبة أساس كل شيء، طالما وجدت المحبة فهنالك عيش مشترك. المحبة يا إخوان ويا أخوات ليس طعاما نأكله أو شرابا نشربه أو لباسا نلبسه. المحبة شعور وإحساس لا نراه، لكنه نابع من القلب مقرون بالصدق والوفاء. المحبة لا تسقط، وقد قيل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وقال السيد المسيح أحبب الرب إلهك ثم أحبب قريبك كنفسك. والمقصود بالقريب هو الجار والصديق وابن عشيرتي وابن حارتي وابن مدينتي وابن بلدي وابن وطني. إذن كلنا أخوة أمام المجتمع. السلط هي حاضرة البلقاء والمركز الإداري للمحافظة،
تقع غرب العاصمة عمان بمسافة 30 كيلومتراً، وتعد رابع أكبر مدن الأردن من حيث عدد السكان، وهي بعراقتها وتاريخها تشكل شاهداً لا مثيل له من حيث التراث العمراني، ففيها أكثر من 700 مبنى تراثي يصل عمر بعضها إلى 400 عام، ويتراوح عمر بعضها الآخر بين 100 و200 عام. كما تعتبر السلط وضواحيها غنية ببساتينها وخضرتها وبكثرة مياهها وينابيعها ومواقعها الأثرية، ومن أشهر شوارعها شارع الحمام في وسط المدينة، وشارع الميدان، وشارع الخضر، وشارع الدير، وقد حازت عام 2008 على لقب مدينة الثقافة الأردنية، وفي شهر حزيران القادم سيتم التصويت لإدراجها على لائحة التراث العالمي.